السؤال التالي: دخلت المسجد وجدت بعض المصلين قد بدأوا الصف من على اليمين أو يسار الصف، هل أكمل معهم أم أبدأ الصف من خلف الإمام؟ أقول له: الأصل أن الإمام يتوسط الصفوف، فيبدأ الصف من وراء الإمام مباشرة ثم يتم الصف يمينا ويسارا، ولا بأس أن يكون اليمين أكثر من اليسار قليلا. لقد روى أبو داود حديثا في إسناده ضعف: وسط الإمام وسد الخلل، وسط الإمام وسد الخلل. هذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن معناه ثابت في أحاديث صحيحة. لقد روى الشيخان عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان فكبر وصففنا خلفه فصلى ركعتين. روى مسلم عن جابر أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فظاهر قوله وصففنا خلفه حتى أقامنا خلفه أنهم كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل وسط الصف. وبناء على هذا، إذا دخلت يا رعاك الله وجدت الصف غير منتظم على هذا النحو، فلتكن مصافتك على نحو يتحقق به هذا التوسط للإمام، بارك الله فيه.